جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها: لي زوج صالح والحمد لله، وإذا أتعبني إنسان وجرى لي شيء أخبره حتى يقوم بنصحي إذا عوجت، وارتاح حين أشكو له همومي اليومية، وهو يقول لي: أنا صندوق، بمعنى لن يخرج مني أي كلمة مما تقولين. وفعلا إلى الآن قد عشنا 10 سنين ولم يعمل إلا كل ما يسرني ويرضي الله عنه وعني والحمد لله. وأسئلتي كالتالي: هل أنا غلطان فيما أعمل إذا شكوت إليه؟ هل ذلك يعد من الغيبة والنميمة أن أشكو له أعمال الناس التي تضايقني؟ هل يجوز للمرأة ألا تخفي عن زوجها شيئا؟ وجهوني حول هذه القضايا جزاكم الله خيرا. ما ذكرته السائلة من أنها تذكر أشياء مما يضايقها لزوجها أو لغيره ممن تثق به وممن له رأي ومشورة طيبة، تذكر له الأشياء التي تضايقها من أجل أن يساعدها على حلها وعلى إزالة ما في نفسها، فلا مانع من ذلك أن تذكر هذه الأشياء لمن ترجو عنده الحل لهذه المشاكل. وهذا من باب المشورة ومن باب التعاون على البر والتقوى، ما دام أن هذا الذي تفضي إليه بهذه الأمور ما دام أنه ثقة وأن عنده رأي سديد وتجربة ناجحة وقد جربت الاستفادة من وراء ذلك، فهذا شيء طيب ومفيد، ولعله يذهب ما يضايقها وما تتحسس به من هذه العوارض والمشكلات. نعم.